الشغل الشاغل والحديث الدائم بهالكم يوم هو الحديث عن الزلزال. ما فينا ننكر هذا الموضوع يلي ضرب المنطقة مؤخرا، فكتير من الأشخاص يلي حياتهم ما تهددت وما صار معهم أي شيء تعرضوا لأزمة ورد نفسي قوي وفاتوا بحالة من الصدمة. أما الأشخاص يلي داقوا المر بكل تفاصيله وفقدوا بعض الأشخاص التانيين حواليهم، تحولت حياتهم بليلة وضحاها فعلا لجحيم. يعني للأسف يمكن هذا الكلام ورد ما رح يوصف يمكن ذرة من مقدار الحزن اللي جوات هدول الأشخاص، ونحن بدورنا أكيد نتمنى أكيد الصبر والسلوان لكل العائلات المنكوبة، ونحن دورنا لازم نضوي على نقاط يمكن كيف ممكن نتعامل مع الزلزال بحال حدوثه لا سمح الله مرة أخرى، وتفاصيل كثيرة أكيد رح نحكيها مع الدكتور سامر يحياوي الاختصاصي بطب الطوارئ. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيكم ألف عافية لكل المعلومات اللي رح تشاركونا فيها واللي كثير من المشاهدين بحاجة لها. بداية، طب الطوارئ شو بيحكي تحديدا على التصرف طبيا بالزلازل؟ للأمانة طب الطوارئ هو اختصاص شامل، يعني بيكون مختص بإصابة حتى إصابات الردود بالإضافة للأمراض الداخلية، سواء إصابات الأحداث مثل هاي اللي عم نشوفها هلأ الكوارث، أو حتى بإصابات الكسور أو المشاكل الكبرى اللي ممكن تمرق مع المرضى. فاختصاص طب الطوارئ بالذات بهيك حالات ممكن يكون هو الخط الأول للتداخل على هيك إصابات، كونه أنه شامل بمفهومه للإصابات الأولية والإسعافات الأولية اللي ممكن تتقدم بمكان الحادث، أو حتى اللي تتقدم بالمستشفيات في حال وصول المرضى كخط أولي. تمام. طيب دكتور، سمعنا عن كثير حالات ممكن تصير منها دوار الزلازل اللي هي خلينا نقول حالة ممكن تصيب كثير من الأشخاص، شو المقصود فيها ومين ممكن تصيب؟ دوار الزلازل هي حالة ممكن تصيب الأشخاص بعد حدوث الزلازل. طبعاً نحن المشكلة بالزلازل أنه هي كوارث غير متوقعة للأسف، بغير الكوارث اللي ممكن أكيد. تماماً أن الواحد يكون مستعد لها أو مجهز أو حتى عنده خبر عنها، فللأسف بتصير هاي الحالات غالباً بعد إصابات بعد حدوث الزلازل. دوار الزلازل بيصيب معظم الأشخاص، يعني هلأ في دراسات قالت أنه 70 أو 80% من الأشخاص اللي كانوا بمناطق الزلازل تعرضوا لدوار الزلازل بهيك حالات، ولكن هي حالة نحن منقول يعني بسيطة نوعا ما، ممكن أنه تداركها كمان بشكل بسيط، ولكن ممكن تستمر حتى أيام أو حتى شهور بعد حدوث الزلازل. وهي هي مشكلتها أنه المريض بيصير بيعاني لفترة طويلة من الشعور بالهزة الأرضية أو الزلزال، نفس الشعور ولو كان وهمي. طبعا هو اكيد رح يكون شعور وهمي بعد حدوث الزلازل، بضل عم يحس بهذا الشعور نفسه. تماما. هلا هي المشكله اللي بيصير انه في خلل بمساله التوازن بالجسم، خاصه اللي بيتعرضوا للهزات بيكونوا بمناطق الهزات بشكل مباشر، فبيصير عندهم خلل باليه التوازن بالجسم اللي مسؤول عنها طبعا عده مراكز بالجسم، من منطقه الاذن او العين او حتى المخيخ، فبيصير عندنا نحن خلل هذا بيستمر حتى فترات طويله نتيجه الخوف او نتيجه الخلل اللي صار بالتوازن بهيك حالات. تمام. بيصير بيتهيأ لهم، أو حتى كثرة الاستماع أنه في هزة ارتدادية، 3.5 ريختر، 4، لا حسينا فيها، لا ما حسينا هذا فيها، هذا بيصير مثل الوهم عند المريض. وللأسف هي ممكن أنه تأثر على سير حياته حتى بشكل عام، يعني ممكن أنه تعمل دوار دوخة تؤدي للسقوط أحيانا. تماما. بهيك حالات، وممكن نحن أنه حتى تتطلب علاج طبي، يعني مو أنه والله علاج داعم أو علاج نفسي سلوكي معرفي. تماما. نروح لقصة العلاج من الردود. أكثر شيء يحصل بانهيار المباني بعيد الشر هو الكسور والردود وأيضا الخدوش اللي كتير عميقة. تماما. خبرنا كيف لازم نتصرف. والله يا أستاذ، بهيك حالة المشكلة بهيك إصابات وبهيك كوارث كبرى تختلف الإصابات وتختلف شدة الإصابات حتى بهيك حالات. مثل ما تفضلت، هي بتبلش من قصة خدوش بسيطة لحتى تناذر، نحن بنسميه تناذر الهرس، اللي بيصير إنه نتيجة سقوط أجزاء من المباني على الأشخاص. فنحن وقت نحكي بالإسعافات الأولية بهيك حالة بتختلف بحسب شدة الإصابة بحسب مكان الإصابة، يعني الشخص اللي معرض لكسر غير الشخص اللي متعرض لتناذر هرس، يعني لا سمح الله اللي بيصير عندهم سقوط من الأجزاء على الرؤوس أو حتى على الجزع البطن أو حتى طحن كامل، يعني طحن كامل، فبتختلف هون الإصابات. للأمانة هي بتصير المجال بيتطلب يعني تدخل سريع بهيك حالات، وبحسب الحالة اللي قدامه لازم الواحد أنه يتصرف. طبعا نحن إذا نحكي على الأشخاص اللي بيقدموا خدمات
بخارج الرعاية الصحية، وطبعا هي يعني اللهفة موجودة من كل الأشخاص إنه والله شاف قدامه مصاب بده دغري يسعفه أو يساعده، صح؟ فهون هي بتصير ممكن هي اللي تفاقم شدة الإصابة بهيك حالات، وهذا للأسف اللي نحن كتير منشوفه، يعني شخص من لهفته على الأشخاص الموجودين، وهي نحن طبعا ما فينا نلوم خاصة بهيك كوارث كبرى، فبتلاقي إنه شد المريض أو حمله بطريقة خطأ هذا ممكن يفاقم الإصابة. الحالة مشكلة بهي الحالة دكتور، لأنه عم يكون في أشخاص هي تحت الأنقاض ممكن عم يتم انتشاله بطرق ممكن مختلفه، ومثل ما قلت اهل النخوه اللي هن عم يساعدوا كثار ممكن ما يكونوا اختصاصيين، ما يعرفوا كيف يشيلوا هدول الاشخاص. طيب خلينا نرجع شوي هيك لورا بالوقت، نعتبر انه هلا لا سمح الله صار الزلزال، نحن شو لازم نتصرف؟ كثير في ناس طلعت على الشوارع، طلعت برات بيوتها، راحت على الساحات، على الأماكن المفتوحة، جربت يمكن تبعد عن الأماكن البعيدة. طبعا نحن عم نحكي عن المناطق اللي شوي بعيدة عن الزلزال، مو على المناطق اللي هي كانت جدا مباشرة وكان الزلزال أثره أقوى. بشكل عام كيف لازم نتصرف اذا نحن داخل المنزل او خارجه؟ تماما مثل ما تفضلتي، انه هي الاشخاص اللي كانت بعيده عن مناطق الزلزال، لانه للامانه لما يصير الزلزال بشكل مباشر صعب انه الواحد ياخذ قرار سريع بهيك حالات، ما رح يقدر. تماما، فنحن بنقول الاشخاص خارج المنزل او اشخاص داخل المنزل. خلينا نبلش بالاشخاص اللي بالاصل هن خارج المنزل بحكم انه اسهل بهيك حالات. نحن بنقول انه الشخص لازم اول شغله اذا كان في بسياره او بمقطوره يوقف بالطريق بمكان يكون بعيد عن البنايات، يعني الصف ما يضل ماشي. تماما، نحن بنخاف من قصه تصدعات الطرق احيانا، او حتى تساقط مثلا الجسور، تساقط الاشجار، تساقط عواميد الاناره كهربا. او الكهرباء، فنحن بنخاف من هيك حالات. فالامن بهيك حاله هو البقاء ضمن المركبه حتى انتهاء الحاله، الا اذا نحن حس بوجود خطر ببقائه ضمن المركبة في حال كان قريب من الأبنية المتهالكة أو الأبنية المكتظة القريبة عن بعضها أو تحت جسور، أو حتى شاف أنه في تصدع بالطرقات أو الشوارع. بالنسبة للأشخاص كمان خلينا نقول خارج المنزل، اللي خارج مركبة لازم طبعا يبتعدوا عن كل شيء ذكرناه من ناحية الأشجار، الجسور، الأبنية، ويوقفوا بالأماكن اللي فيها ساحات خشية تساقط هاي الأشياء عليهم. طيب بالنسبة للأشخاص ضمن المنزل، وهذا طبعا الأخطر بهيك حالات، طبعا الواحد أول شغلة لازم يبتعد عن الهلع والخوف، وطبعا نحن ما فينا نلوم الأشخاص بهيك حالة لأنه هذا خوف مبرر نتيجة الكارثة اللي صايرة، ولكن يجب الابتعاد أول على الأماكن اللي فيها الشغلات الحادة مثل المطابخ، الابتعاد عن الأماكن اللي بيكون فيها الخزائن أو الأشياء المكدسة تماما بالأسطح أو فوق الخزن وهالأمور، محاولة الاستناد على الجدر المتينة اللي فيها العواميد أو الشغلات اللي بتكون قليل هي تساقطها. طيب كمان احنا لازم بهيك حالة نحاول نقطع قاطع الكهرباء عن المنزل، مقطوعة خلقة هي ما فيها خوف الكهرباء يعني انا عدة ضيوف طبعا هيك يعني شر البلية ما يضحك، ونعتذر طبعا ما لازم نورجي اي مشاعر وما في بقلوبنا اي مشاعر فرح بهالايام، ولكن مو حضرتك بس دكتور، كل الضيوف اللي طلعوا معنا من 3 ايام انه بعده عن عواميد الكهرباء، بعده عن الكهرباء، بعده عن الكهرباء. اوكي صح، بجوز على حظنا تجي الكهرباء. ما هي للاسف يعني نحن 12 سنه عم نخوض معارك، عم نخوض يعني صراع بهالحياه، والحياه صعبه جدا عم تصير على السوريين، واحد اسبابه هو طبعا عدم تواجد الكهرباء، يعني نقطه وفتحتوها وحكيناها، ولكن هي من باب الاحتياط مثل ما تفضلت. هاي الارشادات لازم تكون موجوده، حتى نحن بهيك حالات لازم نحن نتاكد من انه تسكير جرات الغاز او قطع الغاز عن المنزل، لانه احد الشغلات اللي ممكن تصير لا سمح الله هو في حال حدوث هي الكوارث، انفجارات تماما، انفلات جرات الغاز او تسرب الغازات، وبحالات انقطاع الكهرباء مثل ما تفضلت هو الاضاءه اللي عم تصير احيانا بالشموع بالكهرباء، فهذا ممكن يسبب انفجارات، خاصه اذا لا سمح الله كان في انهيارات بالمباني، فنحن لازم ناخذ الحيطه. وطبعا بالنسبه للاشخاص في حال ما قدروا انه يغادروا المنازل، الاختباء تحت طاولات هذا اهم شغله، او اسطح تكون متينه نوعا ما، يعني الخوف من تساقط اجزاء من المباني، ولكن في حال سمحت الظروف طبعا اخلاء المنزل هي اول خطوه لازم الواحد يعملها، وطبعا الابتعاد عن المصاعد
بطرق الإخلاق يصدوا على الدراجة كمان نحن بقصة الكهرباء دائما عم نعاني. فهي هي يعني خلينا نقول أهم النقاط للي داخل أو خارج المنزل. طبعاً أخواتنا اللي موجودين في منطقة الساحل نحن دائماً بننصح الابتعاد عن الشواطئ خاصة بأول 12 أو 24 ساعة كحد أقصى بعد الزلزال خشية حدوث الموجات الارتدادية سونامي. ما ضل غير نتشكرك كثير ويعطيكم الف عافيه لهالمعلومات، وبنعرف انتم باقسام الاسعاف والطوارئ قديش انتم على اهبه الاستعداد لاستقبال اي حاله. شكرا لك. الله يعافيك. شكرا لكم. شكرا لك. الله يرحمك. اهلا وسهلا فيك. شكرا.